يقول ارتكبت معصية من المعاصي وندمت على هذا الفعل وحلفت على المصحف ألا أعود مرة ثانية، ولكن غرني الشيطان مرة ثانية وبإذن الله ناوي ألا أعود ثانية. ولكن يا فضيلة الشيخ، ما الكفارة لهذا الحلف على المصحف؟ أهو إطعام مسكين أم صيام أم ماذا؟ جزاكم الله خيرا. كفارة اليمين إذا كانت منعقدة، يعني عقدها على أمر مستقبل ممكن، كفارته كما ذكرها الله سبحانه وتعالى إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. والإطعام يكون لكل مسكين نصف الصاع، أي كيلو نصف تقريبا، يعني يأخذ 15 كيلو من الطعام ويوزعها على 10 فقراء، لكل مسكين كيلو نصف، أو لكل مسكين ثوب 10 ثياب ل10 فقراء، أو يعتق رقبة. والاعتاق أفضل، هذا هو الواجب. وأما الحلف على المصحف فهذا لا أصل له، الحلف تجب به الكفارة ولو لم يكن على المصحف، وإذا حلف على المصحف فكفارته مثل ما لو حلف على غير المصحف، فاعتياد الحلف على المصحف هذا لا أصل له. نعم.